كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا.